معكم السلام خويا. انت كتشوف كيما المطر تيبقاو يحكروا على ليسانس وكذا، ما تيبغيوش يديروا لنا ليسانس، تمشي بالعشيه تيقول لك ليسانس ما كاينش، مع العلم ان ليسانس كاين عندهم وما تيبغيوش تيحتكروا على المطر. كاينين شي بومبات عاوتاني تيقول لك 10 دراهم ما تيديروش 10 دراهم. المهم من هضرنا البارح راه ما كانوش كيبغيو يسربوا ليسانس، دابا البومبات افريقيه هي راه تتربات لنا ليسانس. هذا شحال المده تقريبا هذه باش كنت كتمارس هذه تقريبا شحال شهر هذه راه شي شهرون بحال هكاك وما تيديروا هذا الاحتكار هذا. اليوم الامور مزيانه، اليوم الامور مزيانه الحمد لله. الانسان اللي تبلغ لهذا الرجال هذه ايوا راه خصهم بحال الماطر بحال الطوموبيلات، حتى الماطر راه تيمشيو بليسانس ما تيمشيوش بالماء. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم، انا كساكن بمدينه ويسلان. كيف كنشوفوا عندنا واحد المشكل هنايا في 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 البومبات ديال ليسانس، ما كيبغيش يسربيو لنا في العشيه. ونورمالمون خصهم كيف حنا كيف قال الدري الصديق ديالي، كيف حنا كيف الطوموبيلات اليوم الامور عاديه الحمد لله. صافا حاليا انا جيت ندير هنا ليسانس راه سرباونا، باقي ما مشيتش لشي جهه اخرى باش نقدر. كيف تلاقيت بدراري اخرين قال لك لا ما كيسربيوش في جهات اخرين، عكس هنايا هنا راه صافا سرباونا. كما كتشوفوا الاخوان بالنسبه للدراجات الناريه اليوم مشكل محلول. كاين بعض البومبات بحال هذه ديال افريقيا اللي حداث الشركه ديال لافارج هولسيم راه كتسربي ليسانس، الاخرين كاين اللي باقي مذاكر وكاين اللي كيسربي. بغينا هذا المشكل للجهات المسؤوله ما يبقاش، بمعنى المواطن يسربيهم وحتى الدراجات الناريه يلتزموا ويجيبوا فلوسهم ويجيبوا في المثال بحال دابا 10 او 20 درهم، ما يبقى يجيب 6 دراهم و7 دراهم، حتى هما تيعانيو من هذا المشكل. تحياتي لكم والسلام ورحمه الله.